مقابله الموسم او مواسم كثيره، لانه هذا لقب غاب على الانديه المغربيه بالخصوص يعني لفتره طويله. الخصم ليس بالفخر الخصم السهل، اكثر النادي الاهلي ويمكن اكثر النوادي العربيه يعني تمرسا ومشاركه والقابا في افريقيا. طبعا المقابله لن تكون سهله، يجب ان ننتبه لجميع الجزئيات سواء الهجوميه او الدفاعيه. يجب ان نلعب المقابله بتركيز عالي، بمجهود بدني يكون سخي يعني في جميع دقائق المقابله. يجب ان ننتبه لذلك الجزئيات، لان الجزئيات اللي غتعمل الفرق في مثل هذه المقابلات. وصحيح انه المقابله عندها قيمه كبيره، ونحن كنا عازمون لا مكتب مسير للوداد ولا اطر تقنيه ولا طبيه ولا لاعبون، نحن عازمون على تقديم مستوى طيب، وان شاء الله نكون في الموعد وننتبه للجزئيات، لان الجزئيات اللي غتعمل الفرق. طبعا يجب ان ننتبه لهذه المقابله، وان شاء الله من خلال المقابله سنتواجد يعني في ابو ظبي، لكن يجب اننا نستبق الاحداث، يجب التركيز، لانه معانقه الكاس ربما سياتي بالانتباه والتفكير ما سيقع في رقعة الملعب، وليس التفكير يعني بعيدا عن رقعة الملعب. انا عندي ثقه كبيره في الجماهير ديالنا ستكون حاضره، وان شاء الله ستشجع الفريق ديالها منذ الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 95. اظن انه الجماهير خاصها تثق في اللاعبين ديالها بدون شروط، ويمكن الجماهير المغربيه كلها امام يمكن اليوم واحد الموعد اللي هو تاريخي. تنتمنى اننا يعني نسعد هذه الجماهير اللي غتكون حاضره ان شاء الله.